أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ماشي اقتصادي والذي نسلط الضوء من خلاله على أبرز القضايا الاقتصادية على الساحة، حلقة الليلة نناقش فيها العقار ومدى تأثر أسعارها بالمدن الجديدة. مشاهدينا الكرام يشهد القطاع العقاري انتعاشا خلال العام الجاري وسط حلحلة الأزمة الإسكانية وذلك بعد ظهور المدن الإسكانية الجديدة التي وفرتها الحكومة للمواطنين. إضافة إلى الفجوة الكبيرة بين عوائد الأموال في البنوك وعوائد العقار وهو ما دفع أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة إلى زيادة الاستثمار في البيوت السكنية والعمارات الاستثمارية. إليكم هذا التقرير. شهد السوق العقاري الكويتي بجميع قطاعاته خلال الربع الاول من العام الجاري تحركا ملحوظا وسط حاله من التماسك والاستقرار مما يشير الى استمرار هذه الحركه خلال باقي العام ومن الواضح ان القطاع العقاري في المجمل ما زال يدر عوائد جيده ومقريه خاصه مع انعدام الفرص الاستثماريه الاخرى وكذلك لارتباطه باحتياجات المواطنين والوافدين ورقم الحركة النشطة التي شهدها القطاع منذ مطلع العام الجاري إلى أنه شهد حالة من الركود خلال شهر مارس بسبب اتجاه الكثير من المستثمرين بتوجيه دفعة استثماراتهم نحو بورصة الكويت التي شهدت ارتفاعات وأقرت البعض بهجر السوق العقاري مؤقتا لاقتناص الفرص في الأوراق المالية من جانبها شهدت الشقق السكنية التي تشكل جزءا جوهريا من سوق الإيجار السكني استقرارات في الاتجاهات الإيجارية في الربع الأول أما الطلب على القطاع التجاري فقد شهد نموا في جميع المناطق خصوصا في المناطق القليلة العرض مثل جليب الشيوخ والجهراء والمباركية ما يزيد من فرص ارتفاع أسعارها مستقبلا ومن المتوقع استمرار الطلب على العقارات في منطقة لشويخ الصناعية والري والعرضية الحرفية وأسواق لجرين وعلى العقار بشكل عام لاستمرار المستثمرين في المضاربة أو التطوير نتيجة عدم توفر فرص أخرى حاليا بالسوق المحلية. ينضم الينا في الاستوديو الاستاذ عمر الناصر خبير عقاري مساك الله محمد وسعيدين بتواجدك معنا اليوم ونو. لا شك ان هذا الموضوع يمس جميع المواطنين أكيد وكذلك المواطنين يعني اكيد لا شك موضوع العقار عندنا كنا حبينا نتكلم بهالموضوع ولكن اليوم ودنا انك تفسر لنا بعض العلامات اللي تشهد في السوق العقاري خلال الفتره الحاليه هل هو ارتفاع هل هو انخفاض وبعض الارقام اللي يمكن هل هناك في طمانينه بالنسبه لاسعار العقار ولا لا ابتسامتك هذه يعني تحل الموضوع ان شاء الله لكن شاء الله. بدايه حاليا كيف تقيم السوق العقاري في الوقت الراهن وهل هناك ارتفاع ام انخفاض في الاسعار شوف الوضع الحالي اذا بتكلم على اسعار العقار السكني نركز نعم. اول من نبدا فيه لا شك ان في ارتفاع بالاسعار السكني مرتفع السكني مرتفع طبعا نفسنا. اذا تكلم على المناطق الداخليه هي غنيه عن التعريف الاسعار وصلت الى مستويات يعني قياسيه غير مسبوقه بس احنا نتكلم اللي هي ارخص شيء خلينا نفرض او يعني المناطق الجديده المناطق. نعم. واللي هي مرغوبه وبنفس الوقت ما هي بعيده عن المدينه اللي هي المسايد. المسايل طيس وبفطيره صحيح هذه المنطقه شهدت ارتفاع خلال ثلاث اربع سنوات يعني تتكلم انت على سبيل المثال كانت الارض اذا شارع واحد موقعها خمسة 375 متر او 400 الفرق وايد صغير يعني نعم يمكن يعني اقل من من 5% بالسعر نعم كانت سعرها على 190 هذا قبل ثلاث سنوات تقريبا اربع سنوات اربع سنوات إي يعني اذا تكلم احنا ب 2015 بعز نزول النفط إيه؟ كانت اسعارها حروه المحاري 190 195 هذه اسعارها تمام اليوم وصلت 245 قفزه يعني ها هذا واحد نعم اثنين حتى البيوت يعني قبل كان اللي شرب رخيص نعم ولا شك ان ذاك الوقت حتى اتفاق البنيان الحين لو على قولتهم الحين مواد البناء مرتفعه اسعارها وحتى الحديد والامور هذه كلها نعم تكلفه بنيان كانت رخيصه يعني كنت تقدر تحصل لك بيت جاهز مجهز احنا نتكلم على دورين وربع دورين ونص على 350 340 لكن يوم يوم اول ما خلصت المطار كان التيار الكهربائي في اماكن وصل واماكن ما وصل صح فالاماكن اللي ما وصل كانت فرصه وتحصلها بسعر مناسب جدا يعني مثلا عطني يعني اذا يعني تاخرت ايه؟ في ايصال التيار الكهربائي كان تقدر تحصل بيت على 350 الف جاهز مجهز وحتى 340 وحتى 330 اللي منهم اللي هو يكون مثلا شارع 6 7 راضي ايه؟ بناهم كلهم تاخر صار التيار الكهربائي ما في ناس تشتري نعم فهني كانت شويه الاسعار هو تحت ضغوط عنده ضغوط من البنوك عنده راس مال عنده بيت جاهز لكن مو قادر يبيعه صحيح فكان الحل الوحيد انه ينزل السعر اساس يقدر يبيعه يتخلص منه نعم اي طبعا احنا نتكلم عن البيوت فيها فراغات كبيره الموقع مسطح البناء في سرداب ما في سرداب الامور هذه كلها نظام سكن نظام فيلا نظام شقه شقق تمام يعني فيها الان المناطق الداخليه يمكن توسع هذا المفهوم نوعا ما في الداخليه الداخليه وفي الداخليه اللي الحين اصبحت الداخلية تعتبر يعني, يعني, يعني تقريبا هي بالدار السادس يعني صارت صار, صار تقريبا قريبه يعني, يعني منها قريبه من مركز المدينه هل هذه مثلا البيوت ممكن تشهد طفرات يعني احنا نتكلم عن اللي تقريبا اصبحت الان مقارنه مثلا بجابر ولا بصباح يعني تعتبر داخليه هذه يعني شوف اليوم اذا قلنا على الفتيس على بفطيره الحر السكنيه اسعارها ما هي رخيصه طبعا انت تتكلم على اذا بيت نفس ما قلنا احنا ما نبي نحط الزوايا او اللي نظام لا ضهر لا, لا عام متوسط واحد يبي يسكن إيه؟ بيت نظام سكن دورين ونص الى ثلاثة ادوار اليوم السعر لا يقل عن وثمانين الف هذه اذا كان بنيان خلينا نقول يعني هل لازم تصلح يعني. لا بس يعني اقصد بنيان ما في فخامه ما في فخامه الجوده ما هي توب يعني جوده معقوله مقبوله لكن ما هي اعلى على اعلى مستوى اذا كان البيت نفسه بنيانه زين تصميمه زين تتكلم على 420000 425 ,000. تتكلم عن نص مليون الرقم. بالضبط يعني. يعني هذا المبلغ برا الكويت يشتري لك عماره صح برا الكويت يشتري لك يعني ثلاث بيوت بنفس السعر يعني تتكلم على نص مليون دينار اقل من نص مليون دينار شويه صح, صح. صحيح ولكن يمكن احنا نشوف ان هذه الارتفاعات بصراحه يعني اللي اللي عندها المبلغ هذا هو واحده من شاي من الشايتين يعني يا أنه وارث او انه هو تاجر عنده بزنس على خاطر يعني, يعني مثلا يدخل له المدخول هذا يعني مثلا عنده مطاعم عنده يعني, عنده يعني انه يقدر يغطي هذا المبلغ لان انت على الراتب سقف الرواتب لا لا ما في احد يقدر يغطي هذا البيت براتبه إيه؟ مع تمويل البنك يعني اليوم لو تقول انا حتى لو يضم زوجته اتوقع حتى لو يضم زوجته يعني. يقول انا باخذ قرض من البنك او تورق نفس ما يقولون ايا كان نعم كل واحد بياخذ 70 على حسب شروط البنك المركزي صاروا 140 صح وقرض الأسكاني على سبيل المثال سبعين 70 هذه صاروا 210 210 صح زين انت 200 ثانيه صح فل... ما في راتب ممكن يغطي لو كان كم شم... يعني أي لازم يعني فوق ال 7000 دينار حتى انه ممكن <applause> ممكن, ممكن على ممكن انك انت هذول مهنهم بعد بويت يعني مو ما هو بيت وبعدين <applause> هذه الشريحه ما هي وايد كبيره صح يعني احنا نتكلم على شريحه اللي هو 80 او 90% من الشعب الكويتي نتكلم على رواتبهم اقل من نص المبلغ <applause> صح صح اذا ما كان ثلثه <applause> لا لا اقل بشكل كبير طيب صحيح هذا بالنسبه للقطاع السكني التجاري شلون؟ التجاري يشهد يعني على قولتهم نسبة إشغال غير مسبوقة، اليوم بالعاصمة إذا كنا قطاع المكتب على طبعا في المرشد العقاري يسمونه اللي هذه طبعا اتحاد العقاريين بالتعاون مع مؤسسة كويت التغذية والعمومي يسوون مسح ميداني ويطلعون البيانات هذه، نسبة المؤجر 97% حاليا تمام في العاصمة ممتاز إي بس هذه النسبة العالية والإقبال على المكاتب الإدارية وقلة على قولتهم العرض ادت الى ارتفاع الاسعار، يعني انت اليوم تتكلم ما في شيء يعني اذا كنا نتكلم مبنى مبني عقب الغزو يعني عمره 25 سنه. تقصد قله الطلب قله العرض، يعني هو في طلب كبير لا زال على المكاتب آه سواء من جهات حكوميه قله آه العرض اقصد اي إيه؟ سواء إيه؟ من جهات حكوميه نعم او من القطاع الخاص. نعم نعم زين آه اليوم اغلب الابراج اللي بالعاصمه مفوله. الا ما يعني الا يكون في شيء اثنين ثلاثه اربعه طبعا هذا شيء طبيعي نعم يعني. نعم اكيد يعني هني دورين فاضيين وهناك خمسه ادوار فاضيه هذا شيء طبيعي ما عليك إيه؟ يعني ما ولكن نسبه المؤجر على الاحصائيه اللي تمت تحت اشراف مؤسسه الكويت التغذيه العلمي 97% مؤجر 97% الاسعار برضو ارتفعت يعني اليوم ماكو شيء اسمه ست دنانير متر او سبع دنانير متر الا اذا كان مبنى عتيج عتيج صح انت تتكلم من يعني اذا كان المبنى عمره من 15 سنه ما راح يكون اقل من 8 دنانير متر فيعني اذا تكلم 100 متر اجار 800 دينار 800 دينار صحيح يعني ترى مبلغ مو لا لا ما هو هين يعني بالضبط نعم نعم زين نطلع على المحافظات الثانيه نعم محافظه الأحمدي حيحيل تحديدا انا ما اعتقد في شيء فاضي آه لان كله تقريبا مؤجر بس فيها كثافه سكانيه كبيره ترى في حيحيل يعني من شوف هني عاد الاشكاليه بالاراضي الصناعيه والمناطق المناطق قصدي الاراضي التجاريه او المناطق التجاريه نعم. الحين محافظه الحميدي كلها ترى بس فيها شارع واحد التجاري اللي هو شارع مكة إيه وطبعا والافرع مالته نعم. اللي هو عند المنشر إيه والكوت إيه إيه وكذا زين وعندهم آه القيصرية اللي هي بالمنقف صح وهذا عددهم محدود جدا محكومين بالقانون نسبة بناء ضعيفة ما هي, هي لكن إيه. نعم. لما تقيس على عدد محافظة بهالحجم بس هذا القطاع التجاري اللي يخدمها فهو قليل جدا فصار الناس قامت تلجأ انها تأجر بالفحيحيل الصناعية او لحمدي الصناعية اساس يحاولون يوفرون وياخذون مساحة اكبر بنفس <applause> القيمه. صحيح. فهذا احد الامور اللي المفروض البلديه هل هل يعني يعني, يعني يعني انت بالضبط اما انك تستحدث منطقه جديده حتى يعني ما نتكلم منطقه كامله على الاقل لو شارع او شارعين تحولهم تجاري اساس الناس على تبني ويصير في شو اسمه عرض وعلى قولتهم تسد صح الفجوه صح ما بين صح العرض صح والطلب ونفس الوقت شويه تنخفض الاسعار. نعم. زين نتكلم على محافظه مبارك الكبير محافظه ترى كبيره. صح. مركز الفنطاس الاداري والتجاري فقط اللي هو العقيله عند دقيق وعند ايه هذيلا. بس هذا هو. بس هذا التجاري. في طبعا بالفنطاس انا اتكلم على غسايم 400 متر، يعني منطقه قطعه كامله فيها قسيمه ولا قسيمتين تجاري هذا. ايه لا لا احنا نقصد ايه بشكل احنا عام ايه يعني ما نتكلم عن الاشياء تمام خل نروح حق الجهره. نعم. ترى الجهره محافظه وايد كبيره. صح. شارع مرزوق المتعب. تجاري والمركز التجاري والاداري واللي بالجهره صحيح هم ما يوفي ما يكفي وبنفس الوقت نسبه البني هناك مو نفس العاصمه على سبيل هل السبب من التجاره من الحكومه مثلا؟ حكومة انت يعني تتكلم هناك نسبه العماير التجاريه قليله جدا مقياسا على الكثافه السكانيه وعدد أي. المناطق التجاري اقل تجاري اقل اي التجاري اليوم. اليوم الخلوات هذا شيء اصبح جدا متعارف عليه لان في طلب ما في عرض ما اعتقد يعني يمكن في ثلاث اربع اراضي ما انبنوا لكن كل الاراضي التجاريه اللي هناك كلها تقريبا انبنت كلها مؤجره بالكامل واجارهم ما شاء الله يعني الله يزيدهم وايد مرتفع ليش؟ لان في عرض ما في طلب ما في طلب. نفس اللي يعني على في بلدهم. طلب بس ما في عرض أتقصد. في طلب ما في عرض صح <تصفيق> اسف <تصفيق> <تصفيق> الشغله الثانيه اللي احنا نقولها نفس الشيء يعني نخاطب المجلس البلدي والبلديه ان الاوانكم تستحدثون شوارع تجاريه، طبعا هم عندهم لجان مختصه هي تقدر تقول هذا الشارع مناسب وهذا الشارع مو مناسب. نعم. بس اساس يكون في عرض. أرض صح. طيب هنا هناك في نواب المجلس البلدي يعني ما ما وعوا على هالموضوع هذا واعتقد انه ما في منهم من سكان ذي كان سكان صحيح هو آه في لجان, لجان اكيد ما في نعم. شك، انا صراحه مو متابع وايد قرارات مجلس البلدي. نعم. اكيد انه في لجان بس هم بعد في جناحين، جناح يقول احنا نسبه التجارة اللي عندنا تكفي وتزيد صح على آه. مقياس على عدد السكان زين ماشي هذا الدراسه اللي انت سويتها على الاراضي مو على مباني والدليل الارتفاع الكبير في الاسعار وفي جناح طبعا يقول لا والله احنا لازم نستحدث اما مناطق جديده او شوارع جديده حولها يعني في بعض الشوارع تكون مرتاحه من ناحيه الارتدادات المداخل المخارج وناس ما قلنا عندهم ناس متخصصين يقدرون يحددون اي هو الانسب تمام طيب, طيب. الان لو في خريطه مثلا بالكويت كلها عندك نقسمها نسوي زائد كذي ونقول لك الان لي حديثي مثلا الزواج يعني واللي عنده فلوس مثلا وحاب انه يشتري بيت ارخص يعني ارخص زاويه من هالمربع هذا شوف اذا يعني توجهها يعني بدل ما تقول لا تتعب تروح هني انا وجهك على المكان هذا يعني وجهه نظرك يعني وجهه نظري إيه؟ اذا تكلم على المنطقه العاشره الاسم المقد... الاسم القديم على قولتهم نعم. هي العقيله منطقه تعتبر حديثه نسبيا والمنقف واسعارهم لا زالت معقوله طبعا انا اتكلم عن بيوت الشركات نعم في في الان بيوت لذات... الشركات اللي سوتها تذكر ذيك الايام كانوا ياخذون بلوكات ويسوون بيوت ويبيعون وكان ذاك الوقت البنوك تمول صح فهذيل البيوت لا زالوا اسعارها يعني لا زالت فانت تشوف ان معقوله مقارنه في المناطق المنطقة الثانيه المنطقه هذه هي الانسب نعم يعني اي يعني منطقه جديده نوعا ما مقارنه في المحيط فيها نعم. كل المناطق اللي دار مدارها على العمر عمرها 35 سنه بنيه تحتيه وبيوت صح قديمه وكذا وكذا هذا الاحدث ثانيا اسعارهم ثالثا هذيلا المناطق المحيطه فيها يعني اغلبها بيوت حكومه صغيره 270 300 متر هذا لا زالوا اربع نعم فعنده حوش عنده دورين يعني تمام يقدر وبنفس طبعًا. الوقت السعر معقول لما تيجي تقارن ببيت حكومه بالمنطقه اللي قريبه منها تلقى الفرق قليل جدا يعني نعم فالافضل انه يكون في انت طريت لي شغله جدا مهمه قبل اذا تذكر قبل يعني اكثر من 10 او 15 سنه صح. يعني كان في شفنا قبل 11 سنه قبل 11 سنه تقريبا هي. نعم صوب العقيله صوب عندك المنقف والعقيله بالذات يعني في مناطق ثانيه حتى مناطق جنوب السره جنوب السره يعني جزء من تش... جنوب السره جزء كبير صحيح لما شوية. كنت لما كنت اسال يقول شاريها ب 70 واللي شاريها ب 90 واللي شاريها ب 100 يعني تقريبا في المحاري هذه صحيح. كانت ارقام يعني كانت كانت معقولة اي معقولة بتناول اليد يعني هذا مع الاسف شو اللي صار؟ وين راحت الشركات؟ قانون ثمانية و انا صراحة ناسي واحد فيهم كان من الشركات تسعة. من التملك في والثاني يعني انا ما اذكر اي هو ثمانية وهي تسعة بس واحد فيهم كان يمنع البنوك وشركات التمويل من, ثمانية. من... هذا ثمانية اي زين والقانون الثاني كان يمنع الشركات انها تتملك العقار السكني نعم بذاك الوقت يعني ما ادري نسوي دعايه ولا ما نبي نقول اسامي الشركات لا 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 بس على سبيل المثال كان تقدر تاخذ بيت احنا نسميه مفسخ ايه؟ بس هو بيت جاهز تمام يعني مثلا ما في سور بدون المطبخ الامور هذه كلها بالمنقف يقف على 79000 يعني ياخذ قرض الحكومه 70 و9000 من جيبه صح, صح, صح العقيله كانوا اعتقد 84 او 85 طبعا انا يمكن الارقام تغير الى مقارب مشابه حكي صار 11 سنه ممكن تخوني الارقام زين لا لكن هذه 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 كانت الاسعار زين طبعا تبي بيت كامل كان يزيد السعر لكن الافريج كان كلهم تحت ال ألف الفنطاس الزراعي كان احد البنوك الاسلاميه صح. عنده هناك تكلم على جنوب السره بالذات الشهداء والزهره كان في شركات معروفه كل الناس اللي, اللي السادس هذه هذه هي هذه ايه ها بالضبط كان في شركتين هم الرواد في هذا المجال اكثر ناس يعني ومثل الشركات نعم. واساميهم يعني معروفه لل... صح. بس عشان يصير دعايه مثل ما يقولون كانت البيوت انت تحكي على 125 و 130 و 140 تقدر تشتري بيت تقريبا نعم وكان المطور احنا نقول صغير يعني ريال قدر يشتري له ست اراضي سبع اراضي كان يبيع البيت ترى على 110 صحيح انت تتكلم جنوب السره جنوب السره في شغله الاسعار كانت رخيصه القانون كان يسمح حق التمويل بس هم كانت البنيه التحتيه ترى في اماكن جاهزه واماكن مو فكان هذا احد اسباب الانخفاض ما عليه بس هم لان الشركات تدري لها قدره ماليه نعم. والبنوك تمولها كان لما يروح يشتري يشتري له 30 50 100 200 ارض ويقدر يطورهم فهو نعم. على هذا العدد مو محتاج يربح 400% ولا صحيح. 50% ولا حتى 20% كانوا يربحون حلوه 12 13% على راس المال المستثمر فكان الكل شغال المقاولين شغالين الشركات هذه شغاله والمستهلك اللي هو اهم واحد فيهم كان يقدر يشتري كان يقدر يشتري كان بالامكان اللي كان محوش مبلغ كان يقدر يشتري تقريبا غرب مشرف وبيان قطع 13 قرض مشروع كانت على 140 انا اكلمك بس قبل قبل كانت على بالثلاثينات يعني اربعينات تقريبا قصدك الاراضي الاراضي اي هذه فتره خلينا خلينا من ذيك الفتره احنا نتكلم على العشر او 11 سنه اللي هو قبل القانون تمام كان تقدر تشتري بيت بغر مشرف ب 140000 شوف الان شو جاهز التخلص. نعم عرفت علي؟ يعني تاخذ 70 مات الحكومه ويكون انت عندك 70 ثانيه 70 ثانيه طبعا يكونوا في ناس وكانت البنوك تمول يعني انا أتذكر سوينا حسبه مره حق واحد من العملاء كان القسط 350 دينار. شوف الان شلون طبعا هو الفتره اكيد طويله طول ما, ما عليك نسبه الارباح او الفوائد اذا كان بنك اسلامي ولا بنك تقليدي مقارنه نعم. في دول اخرى مرتفعه نوعا ما صحيح بس لما تقول لي قسط 350 دينار يعادل ايجار شقه اليوم. هذا ان شاء الله ياخذ 20 50 سنه <applause> خله <خلين> يروح فهذا <applause> المقصد صحيح يمكن ظروف صدور القانون اللي قائمين على القانون لهم توجه لكن بالنهايه السوق عاكسهم شوف و... أنا يعني أنا صار اللي صار والحين الاسعار طيب ما تنطل عندك جابر وصباح صحيح المنطقتين هذول كيف تقيمهم آه جابر انا صراحه احب هذه المنطقه اولا قريبه ثانيا الجسر الشارع الخط اللي يسمونه جمال عبد الناصر ايه جابر الجديد بربع ساعة و 18 دقيقة اذا ماني غلطان من الكويت من العاصمة اول الدائري الاول لغايه هناك 18 دقيقة فكان يعني سرعة الوصول لها جدا يعني اي نعم. المنطقة كبيرة بس لازال المنطقة ينقصها كثير من امور على سبيل المثال القطاع اللي هو الاستثماري او التجاري اليوم المؤسسة عامرة السكنية هي المحتكر حق الارض يبون يطورون المنطقة هناك بس حتى يوم يبون يطورون تقول لي تعال طور ارض ألف متر يعني صار لازم صار اسوي مول هذا المبلغ كبير صح صحيح. وبنفس الوقت انا ما قعدت تملكه عشان ارهنه. صحيح. صحيح. يعني كانوا يبون يدشون شراكه بي 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 مثل ما نعم. يقولون. أول يعني فهذا كان الموضوع ما هو سهل. كان اعتقد الافضل انه يبيعون اراضي تجاريه، يبيعون اراضي استثماريه، شنو المغزى؟ اليوم انا ابي حلاق، اذا ما في حلاق الجمعيه ولا ما في. صح الا لازم تمشي بالسياره دقائق عشر دقائق او اكثر دقائق أو المناطق حالي. القريبه، نعم. زين؟ تبي مصبغه، اذا ما كان مال الجمعيه ما في. خلنا هذا وخلنا من هذا أمره امورهم سهله، تبي معهد تدريب، تبي نادي صحي صح يعني في بعض يعني الامور يعني خدمات خدمة هذه الجمعيه مثلا الجمعيه مو دائما تقدم كل الخدمات هذه وحتى الجمعيه لها قيود من على الانشطه من قبل نعم. وزاره نعم. الشؤون صحيح عدل ولا لا؟ فالمقصد جابر الاحمد لانها قريبه يمكن حتى تلاحظ اسعارها يعني على قولتهم مرخيصة صح في عليها رغبه وفي طلب دائما الناس تبي تشتري تبي تسكن فيها نعم. بنفس الوقت السكان ما عندهم مشكله قريب من الديره بالنهايه لكن خلينا نروح حق صباح نعم الصباح اذا هو يبي حلاق يبي <applause> مصبغه يبي كذا لازم يدق درب لا اقرب مكان حقه في حيحيل. يعني أهمها ما فيه إيه يعني انت لما تقول لي تعرف يعني شنو مدينه؟ مدينه تكون متكامله متكامل فيها كل شيء، يبي جراج اذا ما يروح جراج او فرع البنشر والكهرباء مال مال الجمعيه لازم يروح لحمدي, لحمدي. نعم تتكلم على مساحة. 25 30 دقيقة على الأقل إذا قاعد يمشي 120 نعم فالمقصد هي تعتبر كأنها مدينة نائية هذه ما أثرت على السوق الرغبة عليها حتى بالسكن أجاراتها جدا قليلة يعني م. تتكلم أنت بيت يعادل إيجار شقة في المناطق الداخلية مقارنة أنا أتكلم غسيمة مقارنة كبيرة صراحة عرفت علي؟, علي. نعم. حتى نسبة للساكن طبعا في ناس هو بيفتك من الأجارات فهي بيسكن هذا حقه لكن الجهات الحكومية ما أدري هل هو سوء تنسيق هل هو عدم تعاون يعني اليوم انا مثلا اشتغل بالجهه الفلانيه لازم اقدر بلي الديره عشان اروح الدوام وارجع زين يعني هذه الجهات كان الاساس على المخطط الاساسي انها تبني افرع لها عشان سكان المنطقه يدومون فيها صح يمكن جهه او جهتين التزمت بس باقي الجهات ما التزمت الان يعني هذه مشكله كبيره يعني انت تتكلم عن انا مره كنت اتكلم مع واحد قال لي تقريبا الروحه ساعتين والرده ساعتين يعني مع الزحمه ومع اي انا الزحمه انت اذا بتتكلم على خط سالك صحيح لكن دعم. هو اذا طالع خلينا نفرض ايا كان طالع الوقت الصبح من تصير سبع صادته الزحمه ترى الزحمه تبدا من قبل الصباحيه صح <applause> من التعدى الصباحيه شويه تلقى الشارع وقف فهذا عشان يوصل الدوام يعني هذه هذه واحده من من الاشياء والمشاكل اعتقد المؤسسه او اللي اختار الموقع جابر الاحمد يعني توفق فيها لكن حق الصباح لا ما ما فيها يعني, يعني وايد بعيده وبنفس الوقت الجهات الحكوميه الثانيه او الاراضي الحرفيه اللي مع انها شرحه منطقه كبيره أيه. الاراضي كبيره انا هذه اللي اشوفها يعني آه يمك المزارع اي يعني, أيه. أيه. يعني كل شيء حتى يمك. يعني على قولتهم اذا صح التعبير بعيد عن تلوث صح, صح صح, صح عن المنشات النفطيه ويمك الحدود كل شيء قلت تروح يعني, يعني شاليهات وهذا نعم. قلت لك في قصور هذه شيء آه طبعًا تنحل يعني هذه يمكن امور آه تكنيكال ممكن تنحل يعني و آه طبعا انا وجهه نظري ترى تخالف لك يعني لأن آه لسبب بسيط يوم قالوا بيسوون المحور الشارع اللي هو هذا الخط نعم إيه. انطروا يعني المنطقه توزعت اعتقد ب 2010 صح بدا طرح المشروع ب 2018 اذا ماني غلطان يعني زين ليش ما طرحتوا من البدايه؟ ليش نطرتوا الناس لما تخلصوا بنيانها؟ هذا بعدين تاخر وقت نعم يكون يصير طبعا كل شيء له ظروفه يعني اكيد 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 طيب أه الان كلوب يمكن حابين في فتره من الفترات تكلمت مع زميلك الاستاذ توفيق الجراح من فتره. محمود ونحن. نعم وتكلمنا قال ان انت ان الاراضي لا زالت مرتفعه واحنا كل لقاء نقول الاراضي مرتفعه. صحيح. يعني قد تكون نازله بالنسبه لكم كعقاريين. والله حتى بالنسبه لنا مو لكن بالنسبه احنا كمواطنين يعني او مقيمين يكون الموضوع غالي يعني كاجار او كسكن. صحيح. سكن خاص. فذكر لي انه احنا اصلا نقول بالكويت كلها تدري على كم ارض تتداول؟ يعني كم ارض الناس قاعده تتداول عليها؟ 2000 ارض تقريبا الحين يمكن قلت النسبه لان اعتقد من اراضي إيه. انا اقول لك شيء الحين ترى يعني رقم خليني جايك الحين انا عندي احصائيه مالت البلديه نعم يعني يقول لك سنه 2014 2015 عدد تراخيص البناء الحديث اللي هو يعني كان عنده ايه؟ او هدم البيت وبنى 738 تمام؟ تمام سنة 2015 2016 انخفضت ب 25% صارت 551 يعني قل عدد قل عدد ال تمام فالمقصد اذا كانوا 2000 اليوم يمكن صاروا اقل وايد اقل بعد من 2000 في يعني شغله يعني. ثانيه كان سواها برضه الاتحاد بالتعاون مع مؤسسه الكويت التقدم العلمي ان شاء الله ما اكون غلطان بالراب بس اذا ماني غلطان على مستوى الكويت كلها الاراضي الخاصه السكن الخاص اللي يملكونها الاشخاص تدري الحين بالقانون الشركات ما يقدر تتملك أيه. هم 14000 فرد ألف ارض اي تمام من تاريخ الاحصائيه لليوم يعني اذا بنطالع تراخيص البنى إيه؟ انا اتوقع يمكن بقوا على تسعه زين هذه الاراضي في بعض جزء كبير جدا منها ويمكن معروفه للشعب الكويتي عليها بعض الظروف اللي ان ملاكها ما يقدرون يبيعونها سبب يمكن على الورث او ايوه يعني بالضبط إيه إيه إيه. زين يكون في مثلا الورثه متفقين يطلع التفلين. واحد إيه؟ جسمه اراضي كبيره عددها مهول زين لكن مو قادرين يتصرفون فيها فهذه ما نزلت للسوق صحيح هي موجوده بالاحصائيه وانت تقولي والله مثلا 10000 ارض موجوده صحيح 10000 <ation>. ارض <اح>... بس في انت عندك تقريبا الثلث محجوز بسبب مشاكل عالية او بالضبط. ورث او عليها بعض السبب القضايا. الاخر طبعا في ناس ما يعني ما يخفى عليك تبي طيب تحتكر صح اه هذا ايه؟ طيب في الان لو ايام الرقص و... الحين هل انت بنظرك ان مثلا اعطاء مزيد من الاراضي وراح يحل الازمه هذه يعني تقليل الـ الـ الاسعار شوف اه طبعا الازمه السكنيه متشعبه نعم وايد ايه عارف لكن ايه؟ من ما يخص الاراضي حق الناس اللي ايه يعني اذا تتكلم على الاراضي انت حتى لو الخريطه ايه؟ المكان الوحيد اللي ممكن يصير فيه اراضي اللي هو من دار السادس اللي هو صوب صوب؟ جنوب الزهره اذا صح التعبير إيه؟ او جنوب الشهداء لغايه الحمدي هذه اراضي عند الجيش صح ما عدا بفطيره الحرفيه إيه؟ وصبحان الصناعيه صح لما تطلع الخريطه هذه كلها فاضيه هذه لو على يعني قولتهم ها تفتح تطرح يعني اي لا انا بتروح انا, إيه؟ أنا بتروح ابعد بعد لا اذا رحت ابعد انا اعتقد يعني يجب ان احنا ما اقول لك انسخ بس نستفيد من تجربه دبي عندهم تجربه رائده عندهم شركات في, في اي مجال بالضبط في مجال التطوير العقاري إيه يعني نعم. اليوم عندك شركه اعمار عندهم في بعض المشاريع مثل المرابع العربيه نعم هذيله فلل نفس الاراضي السكن الخاص عندنا بس طبعا هناك نسبه بناء مو نفس الكويت، مو نفسك. ولكن نعم بالنهايه هي اراضي سكنيه اعتقد من اول ما صار اول مشروع حق العربيه وترى على مراحل هو لحد الان اذا ماني غلطان باعوا 9000 ارض و9000 ارض هذه كلها بنت يعني ما تقول والله في واحد فلان حاجز خمسه راضي عشان آه يحتكر ولا مدري زين فالمقصد ليش ما نستفيد من خبرتهم؟ لكن انا اقول لك استاذ الكريم انا اسف على المقاطعه الاراضي هناك يعني رخيصه نسبيا بامكان المواطن وايد ارخص من الكويت اي بامكان اي مواطن او مقيم انه يروح يشتري الارض صحيح تمام او شقه او يعني سكن صحيح هذا شيء بالكويت انت لو تفتحها مين راح يشتري؟ من اللي عنده فلوس؟ تاجر تمام زين حلو فانت تاخذ التاجر يرد يشتريهم ها. مره ثانيه حل يعني بس خلينا احنا هو نطلع. هو مو غلط مو عيب يعني لا 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 صح وغلط لا 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 لا. الموضوع أكيد. بس أكيد. انا اقصد انه ان التاجر هو اللي عنده فلوس فهو راح يرد يحتكر مره ثانيه صحيح دانية. بس هم انت تقدر تسوي بعض الاليات انك مم. يعني تمنع هذا الشيء، على سبيل المثال، انت اليوم تقول انا الارض على سبيل المثال ببيعها ب 50 او 60 نعم تكلفة البنية التحتية والامور هذه كلها طبع. وتحط الدولة يعني المفروض ما تحط مارجن بس خلينا المفروض انها ما تحط مارجن للربح نعم تمام بس ترى البيع ما هو مزاد قرعه ويكون مثلا من احد الشروط ان انت مستحق للرعاية السكنية، عندك 50 او عندك 60 تدخل تقدم ابلكيشن نعم أونلاين حلو؟ وتدش القرعه زاوية مثلا بقيمتها الكثر، الشارع واحدة بقيمة كثر، البطن ظهر تسعرها يعني في امكانيه انك عشان لا يصير مزاد عشان اللي عنده قدره ماليه كبيره او البنوك لا تجي وتستحوذ تشتري لها 500 قطعه ولا 1000 قطعه نعم. وينحرم المواطن البسيط صحيح عرفت علي؟ فهذا المقصد يعني دائما في حلول بس يبي شوي الواحد يعني ينظر لها من, من كذا زاويه صحيح استاذي عمر الناصر الخبير الخبير العقاري ابو محمد شكرا جزيلا لك انا استمتعت أفضل. جدا اليوم اعطيتني المعلومات الكثير صراحه لكن يعني ب 30 ثانيه العقار وين متجه؟ فوق تحت السكني مرتفع راح يرتفع واعتقد زين واللي عنده الحين يبيع ولا يمسك؟ والله اللي عنده يشتري, يشتري. <تصفيق> 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 لا اللي عنده ارض اللي عنده ارض صراحه ما يعني شوف توجهي انا إيه؟ راح يرتفع بس لين راح يوقف وبعدين راح تبدي لان اليوم وصلت التضخم الى حد الاقصى يعني اليوم نفس ما قلت لك الاسعار الارقام اللي قلناها اليوم انا ما اعتقد راح تصير اكثر من كذي لان بالنهايه ما في تداول كبير هي لو لو الاسعار مقبوله كان كان كل اللي بس صح, صح. انا شاكر لك استاذ الكريم استاذ المشاهدين نقول لكم حفظ الله ورعايته وفي امان الله